السلام عليكم أبنائي الأعزاء، إليكم هذه التمارين الداعمة في الرياضيات. سأشرح لكم تمرينا بتمرين. التمرين الأول: أضع وأنجز. لديكم 6 عمليات: عمليتا جمع وعمليتا طرح وعمليتا جداء. كل عملية ستضعونها بشكل عمودي ثم تنجزونها. ثانيا: اكتب معلمة خانة لكل من المخروط، الكرة، الأسطوانة، المكعب، الهرم، والتوازي المستطيلة. إذن هذه المجسمات أو الأشكال كلها داخل الشبكة التربيعية. إذن المطلوب أن تكتبوا معلمة الخانة لكل من هذه الأجسام. السؤال الموالي: ألاحظوا وأربط كل ساعة عقربية بالساعة الرقمية المناسبة. تقرؤون الساعات وتصلونها أو تربطونها بما يناسبها رقميا. فقط هنا أذكركم أن العقرب الصغير يشير إلى الساعة والعقرب الكبير يشير إلى الدقائق. التمرين رقم 4: أكمل. لديكم 1 لتر تساوي 10 دسيلتر، وواحد دسيلتر تساوي 10 سنتيلتر. إذن 1 لتر تساوي 100 سنتيلتر. إذن هذه العلاقة ستطبقونها لحل باقي العلاقات. 7 دسيلتر تساوي كم من سنتيلتر؟ إذن هنا تحتاجون العلاقة التي تحول الدسيلتر إلى السنتيلتر، وهي العلاقة التي توجد في الوسط، أن 1 دسيلتر تساوي 10 سنتيلتر. إذن 7 دسيلتر تساوي كم من سنتيلتر؟ ثم 9 لتر تساوي كم من سنتيلتر؟ 60 سنتيلتر تساوي كم من دسيلتر؟ 2 لتر تساوي كم من دسيلتر؟ في كل علاقة ستحتاجون إلى العلاقات التي توجد في الأعلاق. 5: أكتب كتابة ضربية تمثل خانات كل شبكة. لديكم شبكة بالأصفر، تكتبون كتابة ضربية مناسبة لها، كتابة ضربية واحدة. ثم الشبكة الملونة بالأزرق تكتبون لها كتابة ضربية. التمرين رقم 6: أصل المجسمات بالأجسام التي تناسبها. يعني هنا على اليمين توجد أجسام، على اليسار مجسمات تناسب تلك الأجسام. إذا ستصلون كل مجسم بالجسم المناسب له. مسائل: المسألة الأولى: وزعت الأستاذة 3 أوراق على كل واحد من 23 طفلا وطفلة في القسم. وزعت الأستاذة 3 أوراق على كل واحد من 23 طفلا وطفلة في القسم. احسب مجموع ما وزعته الأستاذة من أوراق. إذن في قسم يوجد 23 طفلا وطفلة، قامت الأستاذة بتوزيع 3 أوراق على كل طفل. إذن 23 طفلا، لكل طفل 3 أوراق، 3 أوراق، 3 أوراق. إذن أحسب مجموع الأوراق التي وزعتها الأستاذة. فكروا قليلا ثم أجيبوا على المسألة الأولى. المسألة الثانية: رسمت عائشة 4 بقرات و3 دجاجات وثعبانا واحدا. أحسب عدد الأرجل الكلي لهذه الحيوانات. لأن عائشة رسمت كم من بقرة؟ 4، وكم من دجاجة؟ 3، وثعبانا واحدا. السؤال: المطلوب أن نحسب عدد الأرجل الكلي لهذه الحيوانات، لكل حيوان أرجل. إذن هنا يجب أن
تتذكروا أو تستحضروا كم رجلا للبقرة، وكم رجلا للدجاجة، وكم رجلا للثعبان؟ ركزوا جيدا. ثم أجيبوا عن المسألة أو عن اللغز. المسألة الأخيرة، ألون العملية المناسبة للوضعية الآتية: يوجد في بحيرة 15 بطة تسبح في الماء، وثمان بطات على الشاطئ، كم بطة توجد في البحيرة؟ هل 15 ناقص 8 لكي نجد البط الذي يوجد في البحيرة، أم 15 زائد 8؟ إذا فكروا جيدا ثم أجيبوا عن المسائل وعن التمارين كلها، وبالتوفيق.